السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في التمرين رقم 19 من سلسلة تمارين الدالة الأسية النبيرية. إذا التمرين يقول حل فئر المترجحات الآتية. إذا نبدأ بالمترجحة الأولى أو إكس ناقص واحد عامل أو إكس ناقص أربعة أصغر قطعا من الصفر. إذا هذا النوع من المترجحات باش يمكن لي نحلو خصني نحدد الإشارة ديال العامل الاول ومن بعد نحدد الاشاره ديال العامل الثاني ومن بعد نحدد الاشاره ديال الجدا، يعني كندير جدول الاشاره. اذا غادي ناخذ العامل الاول، غادي نشوف هذا العامل فيه تينعدم. اذا او اكس ناقص 1 تساوي 0 تكافئ ماذا؟ تكافئ ان او اكس تساوي 1، اي تكافئ ان اكس كتساوي 0. اذا كندير واحد الجدول الاشاره. اذا حنا عندنا اكس ناقص لا نهايه زائد لا نهايه، اذا العامل الاول اللي هو او اكس ناقص 1، اذا قلنا كينعدم في الصفر. دابا غادي نشوف العامل الثاني. اذا او اكس ناقص 4 تساوي 0 تكافئ أن أو إكس تساوي 4 تكافئ أن إكس تساوي الآلان ديال 4. إذن هذا التعبير ينعدم في الآلان ديال 4، إذن آلان 4. إذن أو إكس ناقص 4، إذن أو إكس ناقص 1 كينعدم في الصفر. وهنا كندير الجودة، يعني أو إكس ناقص 1 عامل أو إكس ناقص 4. او اكس ناقص 4 كينعدم في الالين ديال 4. اذا نبداو باو اكس ناقص 1. اذا كيفاش غادي نعرف هاد او اكس ناقص 1 فين موجبه وفين سالبه؟ هنا يمكن لي ندير او اكس ناقص 1 اكبر من الصفر، يعني فوكاش كتكون اكبر من الصفر، ونحل المترجحه ونلقى المجال اللي كتكون فيه موجبه والمجال الاخر كتكون فيه سالبه. إذن او اكس ناقص 1 كبر من صفر تكافئ او اكس كبر من 1 تكافئ اكس اكبر من صفر، يعني اكس اكبر من صفر مي كيكون عندنا او اكس ناقص 1 اكبر من الصفر. إذن او اكس ناقص 1 اكبر من الصفر يعني على يمين الصفر مي كيكون اكس اكبر من الصفر، باقي المجالات سالبه. بنفس الطريقه غادي نحدد الاشاره ديال او اكس ناقص 4. اذا فوكاش كتكون اكبر من الصفر مي كيكون او اكس اكبر من 4 كندخلوا الالين، يعني مي كيكون اكس اكبر من الالين ديال 4. اذا اكس اكبر من الالين ديال 4 باقي المجالات كتكون سالبه. اذا دابا كنحدوا الاشاره. اذا عندنا جدا، يعني زائد في زائد 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 في ناقص ناقص وناقص في ناقص زائد. اذا حنا عندنا هنا، اذا عندنا هنا جداء يعني اصغر قطعا من صفر، يعني غادي نشوف فوكاش يكون عندنا الجداء ديال التعبيرين اصغر قطعا من الصفر. اذا اصغر قطعا من الصفر يعني كيكون سالب. اذا مجموعه الحلول كتساوي، اذا التعبير كيكون عندنا سالب في هذا المجال هذا، يعني في المجال الصفر الين ديال 4. هنا مادام اصغر قطعه من الصفر يعني لي بوغ ما داخلينش، يعني الصفر والين 4 ما داخلينش، يعني هذا الصفر هذا ما خصوش يكون داخل. اذا المجال المفتوح الصفر الين 4. الان نشوفوا المعادله الثانيه. اذا غادي ندير نفس طريقه المعادله الاولى، يعني غنحاول هذه المعادله هذه او هذه المترجحه هذه نكتبها على شكل جداء، على شكل جداء عاملين اصغر من الصفر، ومن بعد نحدد الاشاره ديال الجداء. اذا بطبيعه الحال باش يمكن لي نكتب على داك الشكل كيمكن لي ناخذ هذا التعبير هذا. هذا الشيء نقدر نديره في الوسخ. اذا نحاول نعمل هذا التعبير هذا. دونك عندنا هنا 3 او اكس كل او كاري زائد او اكس ناقص 4،
اذا هنا كيمكن لي ندير نضع تي كتساوي او اكس. اذا 3 تي كاري زائد تي ناقص 4. اذا نحاول هاد التعبير نعملو. اذا غادي ندير دلتا. اذا دلتا تساوي ماذا؟ تساوي بي او كاري. اذا 1 ناقص 4 في، اذا ناقص 4 ا سي، اذا ناقص 4 في ناقص 4 في العدد 3. اذا 1 زائد، اذا 4 في 4 16، 16 في 3 48، اي 49، اي جذر دلتا كيساوي العدد 7. يعني الحلول لهاد المعادله، اذا تي تساوي، اذا عندنا ناقص بي اللي هو ناقص 1 ناقص جذر دلتا اللي هي 7 على 2 ا، يعني 2 و ا في هذه الحاله هي تساوي 3. اذا 2 3 6، او تي كيساوي ناقص 1 زائد 7 على 6. اذا تي كيساوي ناقص 4 على 3، او تي كيساوي لنا 6 على 6 اللي هي 1. يعني هات المعادلة اللي هي 3 تي كاري زائد تي ناقص 4 راه يمكن لي نكتبها على هذا الشكل، هذا على شكل 3. اذا شنو كنديرو؟ كنديرو تي ناقص تي، دونك هذه مثلا تي 1 وهذه نسميها تي 2. دونك عادة حنا يمكن يكون عندنا واحد المعادلة وكنلقاو حلين، اذا كندير 3 اللي هو ا، تي ناقص تي 1، اذا تي ناقص تي 1 اللي هي ناقص ناقص 4 على 3 اللي هي ترجع 4 على 3، وتي ناقص تي 2، دونك هنا تي 1 وهنا تي 2، يعني حلين. اذا تي ناقص تي 2 اللي هي 1. اذا الهدف كله هو هاد المعادله اللي كتبناها هنا ترجع على هذا الشكل هذا. اذا شنو يعني هاد المتراجحة تكافئ ماذا؟ تكافئ 3. إذا شنو قلنا حنا؟ تي وضعناها هي أو إكس، إذا أو إكس زائد 4 على 3 عامل أو إكس ناقص 1 أصغر من الصفر. إذا هاد الشيء نقدر نحيدو، ما عندي ما ندير به. إذا كتبنا هاد التعبير هذا على شكل جداء عاملين. إذا دابا يمكن لي نحدد الإشارة بكل سهولة. هنا كيبان لي بأن هذا الجداء دائما موجب. إذا دائما أو إكس لدينا لكل إكس من آر، يعني 3 أو إكس زائد 4، عندنا مجموع عددان موجبان، إذا دائما أكبر قطعا من الصفر، وبالتالي ف المتراجحة تكافئ ماذا؟ تكافئ أو إكس ناقص 1 أصغر من الصفر. إذا كان عندنا أ ب صغر من الصفر، وكانت عندنا أ عدد موجب، كنسنتجو أوتوماتيكمو أن ب راها عدد سالب. إذا أو إكس أصغر من 1 يعني أن إكس أصغر من الصفر، وبالتالي فاس تساوي ماذا؟ تساوي ناقص لا نهاية. إذا أصغر قطعا يعني غير كل مجال مفتوح.